في حاجات تتحس وما تتقلش، وإن جيت أطلبها أنا مقدرش، ولو أنت عملت تهبى دي ما أنا أطلبها. يبقى ما ينفعش في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبانة ما بين طب اقولك ولا ما اقولكش. مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك لي، وهديت ورديت وتعود. مش معنى كده انك على طول تحسبني اني استسلمت، وساعات بتحس اني زدت مع اني بخبي وأحلم بلقاك.
فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى.